مرحبا عزيزاتي المشاهدات، أعزائي المتابعين. في الحلقة ديال اليوم واخترت لكم واحد المجموعة أو التشكيلة الجديدة اللي هي كتشوفوا أمامكم من المجموعة إيزيس فارما، واللي كتجيب العديد من المنتجات، منها سيرومات، منها كريمات للبشرة المتضررة، وكذلك سيرومات ليلية قلت وأخرى تستعمل بالنهار، كذلك مرطبات، وهذا والعديد من منتجات أخرى اللي كتجيبهم هذه المجموعة هذه ديال إيزيس فارما، وكذلك كريمات ضد حب الشباب. وإن شاء الله في كل فيديو وكل حلقة غادي نشوفوا واحد من هذه المنتجات ديال هذه المجموعة الفريدة من نوعها، المجموعة ديال إيزيس فارما اللي كتعني بالبشرة المتضررة واللي كتعاني من البقع يعني. ونشوفوا هاد المنتجات اللي هي كتستعمل كعلاج ضد هاد المشكل هذا اللي كيعاني منه الكثير من السيدات، وكذلك حتى العديد من الرجال فهم كيعانيوا من بعض البقع الداكنة، لم نقول كذلك بعض أنواع من التصبغات. فخليكم معنا ومتابعين الحلقة اللي غادي نتكلموا فيها بالأحرى اليوم على واحد من بين السيرومات ديال هاد المجموعة هادي. فكيف سبق وقلت لكم بلي انه المجموعة ديال إيزيس فارما كتجيب واحد من العديد من المنتجات اللي كتعمل على حل فوري او علاج ضد التصبغات والبقع الدهنية، او بالاحرى البقع اللي كتسبب واحد النوع من التصبغات في الوجه، واللي ما كيكونش المنظر ديالها محبب لدى الجميع. فهاد السيروم هذا اللي قلت لكم من المجموعه إيزيس فارما نيوتون، فهو سيروم يعني ليلي كيعمل على توفير العلاج والحماية ضد التصبغات والبقع البنية اللي كتصيب البشرة. فإيزيس نيوتن سيروم قلت ليلي لعلاج هاد البقع هادو والتصبغات عنده واحد الفاعلية ضد جميع أنواع التصبغات بطبيعة الحال مع الاستخدام المستمر ديال هاد السيروم هذا، فالبشرة كتبقى كتبان أكثر إشراق ونضارة. بالنسبة لهذا السيروم هذا من إيزيس نيوتن كيغذي البشرة، فهو قلت سيروم ليلي لعلاج البقع والتصبغات، كيعمل على الحماية ديال البشرة وكيمنحها واحد المظهر يعني متألق، كيحافظ على الحيوية، كما أنه مزود بتركيبة متكاملة اللي كتخلي البشرة كتستعد الحيوية ديالها، كذلك الجلد كيستعد او كيرجع ديك الحيويه ديال الجلد واللي كيحميه من التصبغات. كذلك فايزيس نيوتن سيروم قلت ضد التصبغات كيجي كيقلل الحده ديال هاد التصبغات البنيه بالنسبه ديال 43% خلال 84 يوم يعني من الاستعمال، وكذلك كيحسن درجه ديال تناسق الجلد يعني الدرجه اللونيه بنسبه ديال 42%، كما انه الفعاليه العاليه اللي فيه بالنسبه للتركيبه ديالو المتكامله عالية، وفي نفس الوقت درجة التحمل عالية. كيحتوي كذلك هاد المنتج هذا او هاد السيروم هذا من إيزيس فارما اللي هو نيوتن قلت كيحتوي على دي بي اكت كومبليكس يعني اللي هو مكون من 4 مكونات كتعمل بقوة لإيقاف قلت التكوين ديال التصبغات والبقع البنية على مختلف المستويات.
بالنسبة للتصبغات الجلدية اللي ما كيعرفهاش، فهي كمقتطف صغير التصبغات الجلدية هي حالة طبية كيصبح فيها اللون ديال الجلد في بعض الأماكن معينة داكن بشكل ملحوظ، بحيث كيسبب أو بحيث بسبب فرط في الإفراز ديال صبغات الميلانين، واللي كتمنح الجلد واحد اللون وواحد الدرجة، لأن كلنا كنعرفوا بلينا صبغة الميلانين فهي العامل الأساسي، أو هي الصبغة الأساسية اللي كتمنح الجلد ديالنا اللون والدرجة ديالو، وكما أنه كتنوع التصبغات الجلدية الأسباب ديالها، بحيث يمكن تكون بسبب تعرض الجلد للالتهاب أو نتيجة مرض ما سبق للبشرة تعرضت له، وكذلك أحيانا بدون يعني ما يكون عندك سيدتي جلد ملتهب أو لا قلت تعرضت البشرة ديالك لنوع من المرض، فبعد التصبغات كتجي فقط نتيجة للتقدم ديال العمر. فهذا كتعريف التصبغات الجلدية وشناهما، وكذلك فالتصبغات فهي حالة يعني طبية أو كتقيس الجلد ديالنا أو بشرة وجهنا. واللي بغيت كذلك نزيد ونشير له بلي أنه التصبغات الجلدية فيها أنواع، كاينين تصبغات اللي كتجي قلت على يعني من جراء التهاب ديال الجلد، وكاينين تصبغات اللي كتجي نتيجه بعد التعرض لاشعه الشمس المفرطه، وكاينين بالنسبه لينا كنساء تصبغات اللي كتجي نتيجه الحمل او ما يسمى بالكلف. بالنسبة للعلاجات ديال التصبغات فهي عديدة ومتعددة، كنلقاو على رأسها ثلاثة ديال العلاجات أو أربع، ومنها التقشير بالليزر أو ما يسمى بالبيلينغ، وكاين تقشير السطحي الكريستالي، وكاين كريمات يعني تجميلية كذلك كتقوم بهذا النوع هذا يعني اللي هو قلت علاج للتصبغات. وبالنسبة للعلاجين الأوليين اللي ذكرت فهما كنقوم بهم يعني في دي سونتر بوتي. كذلك من بين بعض التوصيات الطبية بالنسبة للوقاية من التصبغات، وهي كيف ديما كنقول وكنشير في الفيديوهات اللي سبق لي وكنت دويت فيهم على التصبغات، النماش، البقع البنية وغيرها من اللي كيصيب الجلد ديالنا، وهو بعد يعني قلت التوصيات الطبية للوقاية من التصبغات، وهي عدم التعرض المفرط لأشعة الشمس اللي هما العاملين أو الأشعة المعروفة اليو في أو اليو في بي أو أشعة الإي آر إي، وهي الأشعة تحت الحمراء والأخرى الفوق البنفسجية بنوعيها، والتوقف عن التدخين. فاللي ما كيعرفوش الكثير أو قد يجهلوا البعض أنه التدخين راه قد يسبب تصبغات ديال البشرة، ودائما بطبيعة الحال تناول ديال الغذاء متوازن وعدم الإفراط في السكريات. هذا يعني كإشارة فقط للناس اللي كيتسألوا شناهي هما التصبغات الجلدية والأنواع ديالها والعلاج ديالها، هو هذا موضوع آخر كبير و يعني متعمق، وغير اللي بغيت نشر ليه كأن غير المقتطف يعني سريع، وباش نبقاو في صدد ديال الفيديو ديالنا والتعريف ديال السيروم اللي قلت لكم كيجي من المجموعة ديال إيزيس فارما نيوتن لهذا المشكل هذا، واللي هو قلت كيقلل الحدة ديال التصبغات البنية أو ما يسمى بالكلف والنمش، واللي ديما وكيف سبق لي وقلت لكم فهو يعني سيروم ليلي كيتستعمل بالليل.
بالنسبة للطريقة ديال الاستعمال ديال هاد السيروم هذا، بالنسبة كيطبق مرة في العشية، مرة واحدة مساء يعني، وبيوميا على قبل النوم على جلد نظيف. بالنسبة للأماكن المتصبغة عفوا، واللي كتكون فقط الوجه والرقبه واليدين، كيتم يعني الاستعمال ديالو او التوزيع ديالو على البشره اللي هي داكنه او متصبغه عندنا، اللي كتعاني قلت من التصبغات بحركات دائريه، وهو طبيعه الحال استعمال خارجي مع تجنب ديال ملامسه العينين لهذا السيروم هذا، بحيث انه من بين التركيبات المتداخله في التركيب ديال هذا السيروم هذا اللي هو نيوتن احماض ديال الفواكه، هذا هو اللي كيجعل او هو اللي كيعمل على التفتيح ديال هاد التصبغات هذه او هاد البقع البنيه اللي غادي قد تكون كتعاني منها بشرة ديال الوجه ديالنا. بالنسبة لهاد السيروم هذا ديال إيزيس فارما، فهو اللي نسيت نشير ليه بلي انا قلت لكم إيزيس فارما نيوتون، فهو سيروم تفتيح البشرة الليلي للبقع الداكنة، كيجي بسعة ديال 30 ملي، فهو كذلك قلت سيروم مركز وفعال للعناية المسائية بالنسبة للبشرة اللي كتعاني من البقع البنية، وبفضل يعني المكونات الفعالة اللي متداخلة فيه، فهو كيقوم على المحاربة ديال البقع والتصبغات بالتقنية ديال الدي بي اكت. كذلك هو قلت تفتيح يعني ديال البشرة، كيتستعمل ليلي مقاومة كاملة وضد جميع أنواع البقع الداكنة بجميع مراحل ديال التكوين ديالها، إذا كانت بنية خفيفة أو داكنة بزاف. كذلك كيعمل من غير أن القضاء على البقع البنية على سطح الجلد، فبفضل يعني التأثير ديال التقشير البشرة السطحي. ومن بين المكونات اللي متداخله فيه بفضل مزيج من مكونات نشطه ومنقات، من بينهم كنلقاو حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك اللي كيوفروا واحد التاثير ديال تقشير البشره السطحي، واللي كيعملوا او اللي كيساعد في القضاء على البقع الموجوده مسبقا على الجلد. فنيوتن ايزيس فارما كي يمنح واحد الاشراقه والنضره قلت للبشره ديال الوجه، واللي كتعمل على تخلص من البقع وتوحيد لون البشره ديالك سيدتي. اللي نقدر كذلك نشير ليه انه هاد السيروم هذا اللي قلت ليلي، فيمكن في النهار تستعمليه او جمعيه مع كريم نيوتن اوريديانس اس بي اف سايكونت، هذا كريم اخر من بعد، وغادي نطرق للتعريف ديالو. يعني كنستعملوا السيروم اللي ذكرت في هاد لا فيديو هذا اللي هو قلت نيوتن مع كريم، نعاود نيوتن ريدينس اس بي اف بعامل ديال الحمايه 50 بلس، وكيساعد قلت على الحمايه ديال البشره والامان ديالها، بحيث السيروم اللي هو نيوتون كنستعملوه ليلا، بينما الكريم كنستعملوه في النهار للحماية ديال البشرة ديالنا من أي ضرر أو تلف ممكن أنها تتعرض له. حتى لهنا هذا هو كل ما جاء بالنسبة لتعريف الوجيز ديال هذا الكريم هذا، أو بالأحرى عفوا السيروم ليلي اللي تستعمل ليلا. فقط قبل الختام ديال الحلقة اليوم او الفيديو ديال اليوم بالنسبة لهذا السيروم هذا قلت نيوتن من المجموعة ايزيس فارما، يمكن الاستعمال ديالو بالنسبة لكل انواع البشرة
إلا البشرة الحساسة النتيجة هي التأثير المقشر للبشرة، بحيث ما كيتستعملش من لدن ذوي البشرة الحساسة، لحقاش كيحتوي على مجموعة من المواد الفعالة اللي سبق لي وذكرت، اللي كتعمل على تقليل إفراز التصبغات وكتعمل على تفتيح ديال اللون، واللي من بينها أنزيم التريسونيز المسؤول على تكوين صبغة الميلانين واللوميسكين والليكوريس والنياسين أميد. كلها هادو من بين من بين اللي كيتداخل في التركيبات ديال قلت هاد السيروم هذا، من غير انه كيحتوي، راني سبقته قلتها، حمض الجليكوليك والساليسيليك اللي كيعملوا على تقشير الخارجي فقط للسطح ديال الجلد، واللي كيعمل على قضاء ديال البقع. شكرا لحسن الاصغاء ديالكم والتتبع ديالكم. كنضرب لكم ان شاء الله موعد جديد مع فيديو حلقه جديده بالنسبه لموضوع جديد وكريم جديد او الواقي شمسي او اي نوع على حسب حتى طلب ديالكم. بالنسبه للعديد من المشاركات فهنا كيقترحوا يعني بعض الكريمات او من في التساؤلات ديالهم في التعليق على تعريف ديال بعض المنتجات. شكرا لكم على حسن التتبع والى اللقاء.